صباحكم ومساءكم، تحياتي لكم. اليوم عنا توقعات برج العذراء، هاتوا ورقة وقلم وتابعوا للآخر، لأنه في آخر الفيديو أسرار كتير بتفيدكم يا برج العذراء. الأشخاص اللي هن بيعرفوا حدا من برج العذراء، في كمان أسرار تعرف كيف بيفكر برج العذراء، رح فيدكم فيها كتير. هيدا أول مرة حدا بيحكي بهالقصة، جايب لكم شغلات جديدة وعلم جديد. هلا في شغلة عنا لازم نعرفها بالبداية، اكتب ورقة والقلم رح تبلش السنة تبعنا كيف رح تبلش سنة العذراء، وهذا رح يكون كيف بداية دخول السنة. بداية دخول السنة في صور رح أحط لكم إياها، هاي الصور رح أشرح لكم إياها، بتختار صورة هي بتعملها برمجة وتساويها صورتك يا برج العذراء مشان تقدر تدخل على قلوب الناس. في 10 صور كل إنسان له صورة خاصة فيه، رح يحاول يكون هو صورته بيقدر يوجهها، فيها برامج للاوعي وفيها برامج للحظ. طيب انت عم تسمع كلامي هلا وعارف انه بالبداية بقول لك انه في عنا شغلة كتير مهمة، وهي انه انت بداية دخول السنة تبعك رح تكون في هدية من السماء، يعني هدية هيك الله رح يعطيك شغلة من عنده، وهي رح تفتح لك السنة جديدة حلوة، وتكون هي أول 20 يوم من شو من السنة، يعني هيك رح تجيك شغلة إلهية. بعد منا في عنا ندخل لأنت منبلش من 21/1 ل 21 ل 19، بين 19 2 19/2 حيبلش طموحك اللي انت عم تحلم فيه يبلش يزبط، يعني عندك طموح قوي حتبلش بادرات خير تجيك اخبار حلوة لطموحك، هذا كتير شيء حلو. عندك بدين 20/2 ل 20/3 يلي ما له متزوج رح يتزوج، واللي مو عم يدور على الحب رح يلاقي الحب تبعه، وهذا الحب رح تحصل عليه وتحصل على نجاحات كتير لدرجة انه رح تضحك لك الدنيا. مبروك لك ضحكة الدنيا لك. عندك بين 21/3 ل 20/4 في عندك كمان تكمل احلامك وتبلش كتير شغلات زارعة انت رح تاخدها، وهالشغلات اللي رح تاخدها رح تغير كتير من امور حياتك. 21/4 ل 21/5 يا ذكي يا عذراء، رح تلعب باليانج والين، رح تلعب بالانفينيتي، رح تلعب بالمال، رح تعرف تلعب لعبة البيضة والحجر. وبنصحك تشوف في فيلم اسمه البيضة والحجر لأحمد زكي. أحمد زكي رح تكون انت، رح تكون هي شخصيتك، رح تقدر تلعب على اللي ما بيقدر يلعب، لعبة اللي ما حدا بيعرفها اللي بتقنوها، لعبة انفينيتي. هذا الفيلم بيعبر عنها، شوف الفيلم ولو شايفه شوفه مرة تانية رح تفهم شو قصدي، رح تفوت تترسخ الفكرة براسك انك انت رح تكون بطل الفيلم، بطل السنة. 22/5 ل 21/6 الحظ تبعك اللامع لتقول حاجة تمام، لدرجة انه وهمك رح يصير حقيقة وخداعك رح يصير ايمان عند الاخرين، والكلام انت بتفهمه غيرك ما بيفهم، لو عندك فهمان شو قصدي. ب 22/6 ل 23/7 تغيير جذري بالحياة، لانه شو رح تصير انت ملك على مجموعتك وهذا اللي انت بتحبه، رح تلعب بايدك العمل المال رح يلعب بايدك. برافو عليك، عرفت تلعبها صح يا عذراء. منقول لك بين الشهر 7 و8 تمام بتبلش تصنع مستقبلك المادي، عملة لتقول حاجة، لدرجة انك من قصت على بنك عم بيجيك فلوس كتير يا عذراء. وبين الشهر 8 خاصة بين 24/8 ل 23/9 سمكة كبيرة جايتك، يعني رزقة رح تغير الراك. هلأ بدخول 24/9 ل 23/10 تمام
جايك حظ الأول ما له آخر. ليش؟ لأنك أنت رغم أنك عم تكسر أعدائك ولكن عم تكسب، وهي نادر ما بتصير، لكن السنة رح تصبرك. 24/10 ل 23/12 رح يصير قدامك مجموعات كثيرة من الناس، ودول الناس منهم المحب ومنهم الأعداء، رح تكون كبرت مجموعك. وهون لازم انت تنتبه، ليش؟ هن تكون دائرتك كبرت، تكبر دائرتك بيكون عندك بين الشهر ال 11 وال 12 حكم كرسي، رح تستلم كرسي وتترأس مجموعه. والسنه اللي بعدها بقول لك شو رح تصير، بس يا بقول لك السنه سنه المال والرئاسه لك، مبروك عليك. هلا الموضوع ما خلص عند هيك، بالعكس هلا الموضوع بلش عنا. في عنا صور، وهي الصور رح تختار واحدة منهم، لأنه كل صورة من برج العذراء رح يختار صورة فإله شيء مختلف عن الآخر. فهلأ اللي بيلاقي حاله بهالصورة، كل صورة فيها رسائل خفية مرتبطة بعلم الفلك، بتأثر على حالة اللاوعي، بتأثر الفرق بين كل برج عذراء كيف في السنة تبعه. طلع على الصورة أو طلع على الصورة، إذا لقيت حالك بهالصورة شو رح تكون؟ أول شيء اللي بيلاقي حاله بهالصورة هي رح يكون شخص ظاهره حباب، ولكن هو شو؟ ناقد أكاذيب، عم يكذب على نفسه ويكذب على الآخرين. يعني برج العذراء بقول لك رغم إنه الشغلات اللي رح تصير عنك، ولكن أنت كذاب خطط الصورة، فلا تزعل مني، أنت كذاب عم تعطي لحالك وشة الحباب، يعني أو البنت أو الشب، أنتوا الحبابين بس أنتوا ماكو حبابين، وأنت أدرى بحالك أنك أنت عم تكذب، ولكن رغم أنك عم تكذب رح ينجح كذبك، لأنه الحظ أنت كذب. ما بنصحك تستمر بكذبك، بنصحك أنك شو تعمل؟ تغير طريقتك، وتكون السنة هي فرصة أنك تغير حياتك كلها، لا تستمر بكذبك. يلي بيختار الصورة الثانية هي، هي الصورة هي الكاهنة، هي العارفة، هي المرأة الخارقة السنة. اللي اختارت الصورة هي رح ينفتح عليها باب الروحانيات وباب العلوم الباطنية، وعلى الأغلب رح يجي علم باطني من الجان، وهي مخلوقة رح تصير السنة هي، ممكن تصير فلكية، هي مخلوقة لها مستقبل بعلم الفلك. يعني رغم القوة هاد رح يكون عندك علم رهيب من الباطن، رح يجيك هي الشاب والبنت اللي بختار الصورة رح يكون مبدع بهالسنة بالعلوم الروحانيات، وممكن يصير فلكي أو طاقي أو زلمة بالعلوم الباطنية شاطر. حلمك بالعلوم الباطنية حتاخده يا عذراء اللي اختار الصورة هاي. الصورة هي اللي بيختارها، شوفها هي صورتك، لما لا اختار صورة واحدة مو أكتر من صورة. هاي البنت اللي حتكون هي البنت المسيطرة على الرجال، واللي هي مسيطرة والنساء ضعيفات حواليها. هي المخلوقة كلمتها مسموعة، لح تكون ولح يكون بعيونها سحر، بتخلي أكبر شوارب يخضع، والرجل إذا اختار لح يكون زلمة تخضع له النساء والرجال. صورة الملوك هي، هي الصورة اللي بيختارها. هي اللي بيختاره هو الشخص يلي المحارب، يلي بينتصر على كل شيء، ظاهره حباب ولكن هو محارب، محارب قوي جدا أو محاربة قوية جدا، محاربة بنعومتك بحكيك بكلامك. وبنصحك تحافظي على سرك بشعرك، ليش؟ لأنه برمجة شعرك هي فيها القوة يلي بتخليك شو تعملي؟ مثل الشمشوم الجبار، قوته بشعره، فانت او انت او الرجل او المرأة في عندك قوة بشعرك، فاستخدمه برمجت قوة الشعر. اللي ما بيعرفها يحاول يتكلم مع شعره، لانه في حالة معينة من الطاقة للشعر الطويل، يلي ممتلكها رح يكون خارق. حاولوا تصلوا لهالقصة وتتدربوا عليها. شمهور يلي قالوا
انه قوه، الشعر له قوه، فله قوه، له كلام وله وعي. فانت من الاشخاص اذا كان شعرك طويل هي ميزه عندك، واذا مو شعرك طويل لا تقصي السنه واعتني فيه. والرجل اذا انت رجل عندك نصيحه مني، طول السنه شعرك رح تحصل على قوه رهيبه جدا. اذا العذراء اختار الصوره طول شعره رح يصير عنده قوه رهيبه جدا ما يتخيلها، رح يضل يحافظ عليها طول عمره. اسمعوا نصيحتي او اسمعوا نصيحته، شوفوا المرأة نفس الشيء، إذا شعرك طويل طولي، في سر بقوة الشعر وفي سر قوة السيطرة اللي بيختارها الصورة هي. يلي بيختار الصورة شاب أو بنت هن أطفال جواتهم ولدني عم يلعبوا كذا، الحظ جايينهم بس هن منفكرين، لساتهم دماغهم ما كلها قد متطور ولكن حظهم حلو. هلا البنت او الشاب اللي بيختاروا الصوره هي، هدول اشخاص مشكلجيه، فيهم عرق، ظاهرهم حبابين ولكن مشكلجيين، بيحبوا شو؟ بيحبوا الفتنه، بيحبوا المشاكل، بيحبوا الاغط والعضه، فروح قلبهم يعلقوا الناس ببعضها. البنت والشاب اللي بيختاروا هالصوره هي، هدول اشخاص إلهم ملاك حارس خاص فيهم، إلهم مساعدة باطنية، إلهم قوة روحانية بتساعدهم. هاي القوة الروحانية بتساعدهم هو الريحة قوة باطنية، حافظوا على القوة هاي لأنه السنة هي اللي حترى تقويكم كتير، تعتمدوا على الأحلام، الأحلام تبعكم سادة. يلي بيختاروا مين الصورة هاي، هدول ظاهرهم متمسكين بالدين وباطنهم شياطين، ظاهرهم هن متسامحين بس هن أشياء للسلطة وللسيطرة على الناس. تمام، عندهم حالة معتقد هي بحد ذاتها شر، بيقولوا لك بيستخدموا الأمور الدينية للأمور الشريرة، فهن نقدر نسميهم ظاهر مصلحين وباطن شياطين. اللي بيختاروا الصورة هاي هن الأشخاص دائما عندهم مشاكل نفسية وعلى الأغلب بيعانوا بسحر، فيفضل السنة هاي يلاقوا حدا يفك السحر من عليهم. يلي بيختاروا الصورة هاي هدول أشخاص عشق للتقنيات، مخلي مخهم مخلينه مثل الآلة، فهن آلات تفكيرهم، آلات مشاعرهم، لدرجة أنه فقتوا المشاعر صفيوا كلياتهم، ناس فقط عمليين مثل الآلات. بشكل عام جواتهم في أحلام اللي بطلع على العيون وفي عنده الأحلام بتخوف، ولكن بظاهر الأمر هن بيمشوا مثلهم مثل الساعة. وطبعا أي شخص بمكان تحتفظ بهالصور هي، وأي شخص هو بده تعرف كيف أفكاره من العذراء ورجيه الصور، وعلى حسب الصورة بتقدر تقرأ شو أفكاره وتعرف كيف بيفكر السنة هي. الصورة اللي مناسبة لك ولقيتها مناسبة لك حطها بروفايل لك، لانه بتساعد برمجه اللاوعي تبعك. السنه تبعه تكون حلوه كتير كتير بشكل عام، ولكن في بعض الاشخاص ممكن شو يعملوا؟ يتاثروا ببعض الصور وبعض الافكار. كونوا بخير اصدقائي.